فيديوهات روحلكم. اول ما شفتك قلت بس هو ده اللي يحرق لي دمي. انا اعرف ان انا غلط وما اقبل احد يعيدني بهذا الشغل ولا اقبل احد يقبل انه يروح لهذا الشغل وما يدبت. صدر حكم على ام اللول مؤبد. ما شاء الله كملت السبحة، هي ظالة بس على المخدرات وطلعت تاجرة مخدرات دولية. بعد صدور حكم بالسجن المؤبد على البلوجر العراقية هديل عبد الرشيد المعروفة باسم أم اللول، أصبح المتابع لأخبار مشاهير التيك توك في العراق يلاحظ ارتباطاً بين المنصة وعالم الإجرام، فهل هذا مجرد انطباع زائف؟ أهلاً بكم في هاشتاغات مع غالية. تناقلت وسائل إعلام عراقية وعربية خبر الحكم الصادر بحق المؤثرة أم اللول بعد إدانتها بتهمة تجارة المخدرات، وكما جاء في بيان لمديرية شؤون المخدرات العراقية كانت أم اللول تعمل ضمن شبكة لتجارة المخدرات. تم إجراء التحقيقات الأصولية وبإشراف المحكمة المختصة وتم مواجهتها بالأدلة واعترفت صراحة بقيامها بنقل المواد المخدرة من محافظة أربيل إلى محافظة بغداد. كان القضاء العراقي قد أصدر أواخر أبريل نيسان الماضي حكماً على أم اللول بالحبس لمدة 4 أشهر بتهمة نشر المحتوى الهابط. أنا غلط، أنا من بداية الغلط، أنا الغلط سويت نفسي بس، والغلط أذيت نفسي بس، ما أذيت أي أحد، ما طلعت أختي، ما طلعت أي حد يعرف شيء على حياتي الشخصية. وكانت أم اللول حسب وسائل إعلام عراقية تعمل راقصة في النوادي الليلية قبل أن تتجه إلى إنتاج المحتوى عبر منصة تيك توك، ليصل عدد متابعيها إلى أكثر من 1,700,000 متابع. الحكم الصادر بحق البلوجر العراقية تسبب بسجال كبير على مواقع التواصل، حيث دافع البعض عنها بينما نبه آخرون إلى ما اعتبروه خطر يمثله أشخاص كأم اللول على المجتمع. فمصطفى عماد كتب: السجن المؤبد الصادر بحق أم اللول ظالم ومبني على تهمة ملفقة، هكذا يقول المدافعين عن الانحلال والانحطاط، هذه النماذج يجب أن يتم رصدها لكشف بقية الشبكات المنظمة. أما إياد محمد جابر فيعتبر: قضية أم اللول مفبركة والهدف هو تصفيتها داخل السجن مثلما فعلوا مع أم فهد وجوجو. أم اللول عندها أسرار مهمة جداً تخص الناس الكبار جداً. علي كتب التالي: أم اللول كبش فداء، حالها حال غيرها هواية، حيجي يوم وتبين الحقيقة وراء مواضيعها. لينا الأصيل أيضاً كتبت: أم فهد قتلت، جوجو دعارة قتلت بالسجن، ثم الحكم على أم اللول بالمؤبد، بلوجرات تم توظيفهن لشغل الملاهي وغسيل الأموال وتجارة المخدرات ثم التخلص منهن بتفنن. التدوينات هذه تبين وجود شكوك لدى رواد مواقع التواصل بوجود تداخل بين عالم الإجرام وعالم بعض مشاهير التيك توك في العراق بسبب الأخبار المتكررة حول مقتل أو اختطاف أو تهديد يتعرض له صانعو المحتوى. مقتل أم فهد المشهورة على وسائل التواصل، اختطاف داليا نعيم بالعراق. شنو سبب تصفية جوجو داخل السجن؟ أبرز تلك الحالات كانت حادثة اغتيال المؤثرة أم فهد أمام منزلها في بغداد، واختطاف مزعوم تعرضت له غريمتها داليا نعيم على يد مسلحين اقتادوها إلى سيارة، أو وفاة المؤثر العابر جنسياً جوجو أثناء قضائه عقوبة بالسجن لمدة 15 عاماً بعد إدانته بتهمة الدعارة وابتزاز شخصيات بارزة. حالات كثيرة غامضة أثارت تساؤلات كثيرة لم تجد حتى اليوم إجابات عنها.
ولكن ماذا عنكم أنتم؟ كيف تنظرون إلى الجرائم التي تستهدف مؤثرين وصانعي محتوى في العراق؟